فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، يعني نستهل هذه المحاضرات، نسأل الله جل وعلا أن يجعل إخلاص لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. أبتدئها بالاستغفار والتوبة، وأسأل الله أن تكون توبة نصوحا عن عما نقع فيه من المعاصي والآثام والذنوب. وطلب العلم يأبى ذلك، ونسأل الله أن يغفر لنا يعني ما لنا شيء نستمسك به فيما نحن فيه، أثقلتنا الذنوب وزادت واستطالت. لكن يعني رحمة الله أسبق ورحمة الله أوسع، فنحن نتمسك برحمة الله جل في علاه، ونستغفر الله ونتوب إليه على ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وهو أرحم به، أرحم منا، أرحم على أنفسنا من أمهاتنا، وهو أرحم بنا. وأيضا يعني العزاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل آخر الناس دخولا الجنة، قال غلبته شهوته والله يعذبه، غلبته شهوته والله يعذبه. عامة هلا بزاف وكل الزاف لكم. فأقول نستغفر الله ابتداء، وطلب العلم يحتاج إلى أن يكون المرء بمثابرة ومصابرة على الطاعة. وقد زللنا كثيرا، لكن نستغفر الله ونتوب إليه، وما زال الأمل في الله كبيرا. وما دام الله جل وعلا قال رحمتي وسعت كل شيء، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبين أن رجلا قام فرفع يديه فقال رب اغفر لي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله تعالى عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، عاد للذنب ثم استغفر فغفر، عاد للذنب ثم استغفر فقال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لكم. فنحن نستغفر الله، نبتدئ هذه المحاضرة العظيمة لأننا نستحضر يعني أئمة كرام، أئمة عظام، كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما وأن ابن تيمية كان يقول هؤلاء الأئمة الأربعة، ونحن نحبكم بالزاف أيضا، الأئمة الأربعة في الجنة عمل بقولنا. ودي رواية عن أحمد في قوله صلى الله عليه وسلم وجبت أثنوا عليهم خيرا وكتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك ترى تطلع نبتة تقول أبو جيفة، وترى نبتة تقول لك وأنا هذا المرجئ في الإيمان في هذا الباب. هذا الذي حدانا أن نقول للصغار تعلموا ما كان يتعامل به المتقدمون في هذا الباب. لذلك قلنا أن أهل السنة والجماعة يعذرون ويخطئون ويعتذرون، ولا يكفر بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا. طبعا هذا على من كان على إيه؟ على الطريقة السوية وعلى السيرة المشهودة لها، أنه يعني لا يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. رجل سيرته على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زل وإن أخطأ، ومن المعصوم؟ من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ هذا لا تجده بحال من الأحوال. فلذلك نقول بأنه النبتة الصغيرة لا تفقه وتأتي تقضح في العلماء. يعني ما يقضح لك في أبي حنيفة، نفس أبي حنيفة يقضح في أبي حنيفة والله كتب له القبول في مشارق الأرض ومغاربها، لابد أن يعني كلمه قلنا في درس أننا يعني القلوب تحترق من أجل ذلك، فلابد أن يتعلموا. كونوا حقا على المسألة يعني الجادة، وأنكم تضعون شيء في موضعه، وحقا الجرح والتعديل أمر علم نقي، لكن له رجال، له رجالات، مش واحد يعني لم يتعلم المواريث ولم يتعلم. يعني ده هما أصلا كانوا أصحاب الحديث لا يقبلون أحدا يجلس مجالس التحديث إلا بشروط. حفظت القرآن؟ يقول لا، يقول اذهب احفظ القرآن ثم أتي. حفظ القرآن أتى؟ يقول تعال، تعلمت المواريث؟ فإن تعلم المواريث يجلس، وإلا فيذهب حتى يتعلم. هناك ضوابط من أجل أن يكون أن يجلس مكتوبا يكتب في مجلس التحديث، لا أن يقف أمام الناس يقول لهم أنا رافع راية الجرح والتعديل. يا ابن الحلال، أنت ما تفهمش أي شيء في العلم. أنت عندما تؤخذ في أصول المذاهب أو الفقه
أو مسائل أصغر مسائل في الفقه لا تستعمل تكلم فيها. تعال في كبار مسائل العقيدة أنت لا تفهمها. طالب العلم لابد يكون عنده حدة ذكاء في هذا الباب. لذلك أنا أقول الآن يعني أنا صدرت الباب بالاستغفار والتوبة مما أعلمه من نفسي أثقلتني ذنوبي ويعني تقدمتني سيئاتي. لأنا ستكلم عن عالم جليل من علماء الأمة الذين قد كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض وفي مغاربها. وتعلمون أن من ورعه كل المغرب العربي تمسكوا بمذهب مالك لورعه، لأنه لما رحل له الرجل وسأله في 40 مسألة فقال له يعني امهلني الليلة والثانية والثالثة، ثم قال لا أعلم. قال أتعرف من أنا؟ من أين أتيت أنا؟ ضربت أجباد الإبل لعالم المدينة اللي بشر بي ابن جريج وغيره يقولون أن حديث يعني تضرب أجباد الإبل لعالم المدينة. قال هو مالك. طبعا أنا مش واقف على مالك، واقف على علماء المدينة في هذا الباب، لكن أقصده يقولون الأصل والأصيل المقصود بذلك هو مالك. قال ضربنا أجباد الإبل لعالم المدينة، ثم تقول لا أدري. قال نعم، قل لهم ضربتم أجباد الإبل لعالم المدينة، وهو يقول لا أدري لا أعلم. بذلك المغاربة بأسرها أصول المذهب الذي يتمسكون به مذهب مين؟ مالك. القبول من الله لمن مالك لما قال له ما هذا الموطأ؟ أرأيتم موطأ ابن جريج؟ يعني موطأ كان يسيرا. قال كلمة أشهر من نار على العالم إلى يوم الناس هذا نعيش بها. وش قال؟ ما كان له يبقى. ولذلك من أبو جعفر منصور أمرون رشيد. أعتقد أبو جعفر عندما قال له نلزم الناس بالموطأ قال لا لا يا إمام، للناس فهوم واجتهادات. ولذلك حتى من تمام يقول وإلزام الناس جار الناس عن مذهب واحد أصلا لا يجوز بحال من الأحوال. وده ده اللي احنا عايشين فيه الآن. لا لا عايزين يعني هذا أمر عجيب جدا في هذا الباب، مسألة جر الناس وتعليم الناس على وحدية المذهب. نحن نقول في راجح مرجوح، لكن من الأمانة أن تقول مسألة إيش؟ خلافية، لأن نظرك أنت وتقول هذا راجح مرجوح قد يكون راجح عندك ويكون راجح عند غيره. وهذا إمامنا إمام المذهب ماذا قال؟ إمام الشافعي وش قال؟ قال قولي صواب. خلاص أنا لأن الأدلة كلها والقرائن معي، قولي صواب ويحتمل خطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب في هذا الباب. فنحن نقول بأن هذا هو الإمام العلم. لما نتكلم عنه لابد لا سيما أننا نعلم أنه ما كان يتهيب في الجلوس. يعني الإمام مالك كان يعني لا يفوت. شوف دعنا بقى ما يكون في علم، سيبوا كل حاجة، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ما حدش ينشغل بأي حاجة غير باللي احنا فيه. ممكن فهموا بقى ما في تعملوش أي حاجة خالص غير أن تسمعوا. ممكن يا شيخ أم زمان أصلا الإمام مالك نفسه إذا كان جلس على نجلس العلم يقولون كأن على رؤوسهم الإيش، ما في ما عندهم أي شيء، ما فيش سماع ولا كان ما فيش أي حاجة تعمل غير. يعني هي المسألة مش مسألة مطحنة طعام وشراب. الطعام والشراب دي يبقى احنا في حفلة عرس، تفريغ الذهن يبقى احنا فعلا. فأقول أدبا للإمام مالك وأدبا للكلام على هؤلاء الأئمة، يعلم الله كيف نجل هؤلاء الأئمة في الله. ونحن يعني البركة التي نحن فيها بسبب مجهود هؤلاء القوم، إنه ما أتانا الدين غضا طريا إلا على أكتف هؤلاء. لذلك استقبلت الكلام بالاستغفار، أتوب إلى ربي جل في علا من المعاصي والذنوب، ونسأل الله جل في علا أن أستقبل الأمر بالطاعات وبالاستغفار وأيضا بالحسنات والصالحات. ونتكلم على مسألة أصول المذاهب. هذه مسألة مفرقة لابد أن نتكلم فيها. سنتكلم أيضا أصول المذاهب إشارة، يعني ما الفائدة؟ لما نبحث عن أصول المذاهب؟ هذه مسألة مهمة جدا. وأيضا أنا أقول لا يصح أن الواحد يقول لك إيش المذاهب، أنا أخذ من الكتاب والسنة، هذا لن يفلح ولم نراه عالما بحال من الأحوال، إلا طبعا إذا كان رجل قد أعطاه الله سمات شخصية مختلفة عن سمات شخصية الناس اللي بتطلب علم وجعلهم منفردا، هذه ممكن. أنت أصلا مطلوب منك تأخذ الكتاب والسنة، لكن من الذي له طاقة يستطيع أن هو يلج للكتاب والسنة وينضبط؟ ده هناك قوالب سنبينها في فائدة أصول المذاهب، هذه ثمرتها هو كيفية التعامل عن الكتاب والسنة. يعني أنت أصالة بتذهب إلى المذهب أو بتتعلم على المذهب لتعرف كيف تتعامل مع الكتاب والسنة. أنت لا مسألة مش مسألة في ضوابط فهم، وضوابط الفهم هذه لا تؤخذ إلا من أصول المذاهب. فنحن نقول بأننا دراسة أصول المذاهب لها فوائد كثيرة جدا جدا، وكيفية استخراج الأصول وكيفية معرفة أصول المذاهب هذه مسألة فقهية من الأهمية بمكان. نحن نتكلم عن أصول المالكية، لكن قبلها سنتكلم على أن للمذاهب أصول، وهذه الأصول وضوابط وقواعد كلية لفهم الكتاب والسنة، اسمه فن التعامل مع الكتاب
الكتاب والسنة، فن التعامل مع الكتاب والسنة. فأقول من أهم فوائد دراسة أصول المذاهب هو معيار الفهم، ضبط معيار الفهم، قاعدة كلية التي تنضبط بها أن تفهم الكتاب والسنة. لأن الذي لا يفهم الكتاب والسنة ما عندوش ضوابط ولا أصول لفهم الكتاب والسنة، تراه في آية يأخذها على 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 الإطلاق، وفي أخرى يقول يلزمني أن أبحث عن المقيد فأقيده، أو يأخذها بالعموم ثم ألك يقصره على السبب أو غير ذلك. فمعيار الضابط الكلي لفن التعامل مع الكتاب والسنة هو مسألة أصول المذاهب. ولذلك أنت ترى عندما تأتي الاختلافات المذهبية سنبينها بفضل الله تعالى، هي راجعة لإيش؟ للتأصيل. والعلم الأصيل بقى عندما ترجع الاختلافات عنها راجعة للتأصيل، ستجد مع اختلاف التأصيل هناك اتفاق في إيش؟ في الفرع الفقهي. ده يجن الإنسان بقى، يعني كما نقول مسألة المفهوم المخالفة مثلا، في خلاف كبير جدا بين العلماء. أنا بينت أنهم مع التأصيل اختلفوا ثم اتفقوا في الفرع الفقهي، أو يعكس، مع التأصيل اتفقوا ثم تفرعت فاختلفوا في الفرع الفقهي. دي معناها أن المسألة أيضا مش استنبه، يعني مثلا تاخدها مش استنبه، لأن هم أصلا هذا فعل المتقدمين، دعك من المتأخرين، فعل المتقدمين، لأنه في قرائن محتفة التي تحكم في المسألة اللي هي مفردات الجزئيات، والمفردة قد تخرج عن العموم اللي هي القاعدة الكلية. ولذلك احنا قلنا في قواعد الفقه أهم ما فيها أنها ليست قاعدة كلية. القواعد الفقهية أهم ما فيها أنها ليست قاعدة كلية، هي قواعد أغلبية، ففي مفردات بتخرج. المفردات اللي بتخرج دي أصلا هي على قرائن محتفة التي أخرجت المفردات. يعني أنت لو إن رأيت عجبا، الشافعية ليس من أصولهم سد الذرائع، معناه في كثير من المفردات الفقهية يعملون سد الذرائع، وده أنا كتبها أصلا مدونة في كتب كاملة، مسائل كثيرة الشافعية يطبقونها تطبيقا عمليا ويعملون بسد الذرائع. الاستحسان، الشافعي يقول من استحسن فقد استحسن في أكثر من مسألة، وسنبينه هذا، نبين في أصول المذاهب هذا يفيدك جدا. فإذا هناك عندك ضابط الكلي لفهم فن التعامل مع الكتاب والسنة، لابد له من أصول وضوابط. هؤلاء أقرب الناس لشمس النبوة، وهم الذين يعني فهموا كيف الصحابة استقبلوا الفهم، لأن الصحابة هم أفهم الناس. مش عم نقول إن الفهم الدقيق لا يتأتى إلا ممن أعطاه الله الآلة السامية للفهم، وهذه الآلة متوفرة في الصحابة. هؤلاء الأئمة الأربعة مباشرة كانوا مع الصحابة. ولذلك أبو حنيفة بيقول إذا جاءنا القول، وأنا على قول جماهير العلم خلاف مع القديم في الشافعي، إذا جاءنا القول عن الصاحب فعلى عينه صح والرأس وكرمه صح، إن جاءنا التابعين فهم رجال ونحن رجال. ليش؟ لأنني وهم، مع أننا صغير وهو كبير، صحابة تابعي كبير وأنا تابعي صغير، يقول أنا عرفت القوالب التي وضعها الصحابة في الفهم، سواء تكلموا بها أو اندرج الأمر على الاستقراء، وجدت مسائل شتى يجمعها أصل واحد، وجدت ابن عباس قال فيها كذا وكذا، فعلمت كيف استنبط هذا الحكم من الدليل. مفهوم؟ ايه الفايده بقى في هؤلاء؟ الفايده انهم دونوا ذلك. الصحابه يعني اصول الفقه اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي استخدمه ابو بكر وعمر وعثمان، صحيح ولا لا؟ حتى في القياس لما قال له يعني يا رسول الله فعلت امرا جلل، ما فعلت؟ قال قبلت امراه هششت فقبلت وانا صائم. قال رايت المضمضه؟ ده استعمال ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعمال ايه؟ استعمال القياس هو الان، مش استعمال القياس بس. هي المشكله ان هي مش مدونه، غير مدونه، وللأشبعي فدونة لكن هي غير مدونة. فهمتم؟ فهنا أصول المذاهب في هذا الباب، لأنهم أقرب الناس لشمس النبوة، فهم أفهم الناس للكتاب والسنة. طبعا عربيتهم كانت سليقة، لذلك هم لما وضعوا هذا القالب والقواعد الكلية قالوا لنا أنتم المتأخرون ضعاف، العجمة دخلت عليكم، وفيكم فسيروا على نهجنا تستطيعون فهم الكتاب والسنة. يبقى إذن قوالب من أهم فوائد دراسة أصول المذاهب هي معيار لضابط لفهم الكتاب والسنة. قلنا مثلا الشافعي بيتكلم في أول الرسالة أنه ظاهر النص بده يكون لا يحتاج إلى قراءة، كما قال الأشاعرة عندهم في أصولهم أنه إيش؟ لا، لابد من قرينة عشان تفهم، ماشي؟ الظاهر تأخذه على ظاهر، والعام يبقى العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه في هذا الباب. وأيضا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في الاختلاف في المذاهب هنا في أصول المذاهب يجعلك تعلم هنا الاختلاف بقى في ضابط الفهم. يعني الذي يقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب، كل عام سيأخذه على إيش؟ عموم، ولو كان نزل على
على سبب خاص، وهم عندهم نبراس المسألة فيها قول الله تعالى عندما جاء الرجل وقال إني فعلت كذا وكذا مع امرأة لكني لم أطأ، قال سكت عنهم سبب حتى صلى، قال أزغت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، إذا فقد غفر الله لك. ثم ذكر قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن ذلك ذكر، قال لي خاصة. هو الآن كأنه قصر العمل الخاص، وهنا يحتج به بعض الأصوليين من بعض المذاهب على قصر العمل عليه على سبب خاص. من بعض المذاهب يقول بذلك قصر العمل، لأن هو الرجل فهمه هو عربي سليقة، فقالوا لا 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 إنها لأمتي عام. يقلب ذلك أصل المذهب الذي يقول في مسألة الشفعية، يقولون لهم لا أما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطابه خاص بالنبي لكن المسألة على التعميم. أنا أقصد في هذا الباب أنت عندك ضابط في فهم هذه المسألة، فلا تتعجب أنه مثلا يعني قال عالم أنا كنت أتعجب من الذين يبدعون ويخطئون بإيش يعني بفحش تخطئة. يعني مثلا بعض العلماء قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، أنا أقول لا يفلح قوم خاص، ده الموضوع على إيش على العموم، لازم احنا عندنا الراوي أعلم بما روى خلاف الحنفية، وسط تأصيل مذاهب هنا الشافعية تقول الراوي أعلم بما روى. أبو بكر روى الحديث، قالوا لا لما قال من يخرج معكم، قالوا ألا تخرج معنا، وهم يخرجون إلى طلحة إلى 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 علي بن أبي طالب، فقال طلحة والزبير وفلان وفلان، قال من على رأسهم، قال عائشة، قال والله لا أخرج، قال لما، قال إن النبي قد قال لا يفلح قوم ولا أمر، أخذوا على المهم وخشوا على المهم، هو روى الحديث أصلا روى الحديث. لكن لما يأتيني رجل مفتي وهو رجل في الفقه وله ما له في الفقه ثم يقول لا نحمل العام على سبب الخاص، لأن النبي كان جالس فقالوا على أهل فارس قتل الولد أباه ثم قتل الأخ أخاه وبعد ذلك مات فبقيت المرأة فتولت العرش، قال حينها قال إيه لن يفلح قوما ولوا أمرهم، فقال هذه خاصة بأهل فارس، حمل قصر العمل. هذا تأصيل ولا مش تأصيل؟ أليس له أصول؟ يبقى احنا لما نخطئه يكون في فحش تخطئة، هذا الظلم البين اللي احنا عايشين فيه بقى سلفين فيهم هذا الظلم، فيهم هذا الظلم. ليه؟ لان دي اصول مختلفة، اصول فهم، يعني انت لا تستطيع ان تنكر على الاصول الذي يقول انا اقصر العام على سبب خاص، لانه ضابط فهم. هنا المسرح بينك وبينه ايه؟ هو الترجيح وبيان الرايح من المرجوح، وهتبقى على ميزان العدل، وهو ايه؟ ايش ميزان العدل؟ كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام مخالفي خطأ يحتمل الصواب. يبقى إذن هيكون الأمر فيه على معيار الفهم في هذا الباب، معرفة أصول المذاهب تجعل لك ضابطا تستطيع أن تفهم به الكتاب والسنة، اسمه فن التعامل مع الكتاب والسنة. نعم. أنت ترى الخلفيون ماذا يفعلون؟ الخلفيون يقولون بأن الظاهر غير مراد، ظاهر القرآن غير مراد، ويقولون بأنه فهم الكتاب يحتاج إلى إيش؟ إلى مقتضي، ويقولون هذا يجب فيه التقدير ويجب فيه التأويل، ولا يأخذون بظاهر الكلام في هذا الباب. نحن سنبين هذا الكلام، أصول المذاهب سنبينها المتفق فيه ومختلف عليه، سنبين عن ذلك حتى يعني أصول المالكية النقلية والعقلية كلها سنأتي عليها بفضل الله تعالى، يعني وحنبين أيضا مصدر قوة المذهب وضعف قوة المذهب، مفهوم؟ وهذه من فوائد دراسة الأصول المذاهب. أيضا من 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 الفوائد العظيمة في طبعا المقتضي، طيب المقتضي مثلا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى أن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في حد فهم من ظاهر الآية شيء؟ إيه اللي يفهمه من ظاهر الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إيش فيها؟ إيش اللي فهمه من ظاهر الآية؟ أدور عليكم ولا بلاش؟ أدور ولا بلاش؟ ما أدور؟ صاحب أين كاميراتكم؟ ينفع هذا يصح هذا؟ قد تقصرون في العلم وفي طلب العلم وتقصرون، يعني الناس شافوا منكم يعني اتقانا وابهرتم، انتوا ابهرتم الناس تجيبوهم يشتركوا في اشتراك في جوائز غفر الله لكم. ها ما لا ما الذي تفهمونه من ظاهر الايه؟ فاهم ايش بقى ايش اللي فيها؟ ولا حد يفهم من ظاهر الايه الوصول للحكم. قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدته من ايه؟ عدته من على ايه؟
عدته من الأمر. ده حكم هو الآن. طب حكم مرتب على ايه؟ قال مكان مريض على سفر. ها؟ عذر ايش في ايش؟ فشوف شوف عنده كله رايح وجاي. هنا الآية لا تفهم إلا بمقتضي ضروري، لا يفهم، لابد أن نقول إيش؟ فمن كان يكون مريضا على سفر فألجأه المرض أو السفر إلى الفطر أو يلزمه الفطر على مقال الظاهرية. المقتضي عند الجمهور إيش؟ فأفطر استحباب اختيارا. فإذا أفطر يبقى هنا يترتب على الحكم فعدة، والفاء هنا التعقبية، يبقى الحكم ترتب عليه على الفطر مش على المرض والسفر. ما أنت مريض ومسافر وبعدين الحكم ده فعدة ليه؟ حد عدة في شيء تاني أثمره المرض وهو الفطر أو السفر، أثمره المرض وهو الفطر. يبقى المقتضي عشان تفهم الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر أو فعلى قول الظاهر. شو أصول مختلفة بقى هنا حتى في المسألة على ضابط الفهم هيأتي على أن أصول المذاهب واختلافهم هيؤدي إلى اختلاف الأحكام. قال فليفطر وعليه إيه؟ فعليه عدته من أيام أخرى. فالظاهر يقولون بذلك لأنهم يرون، وده قول الأحناف أيضا. المقتضي هنا الأحناف يروق الأحناف لأنهم يقولون بوجوب الفطر في السفر فليفطر وجوبا، يبقى إذا أفطر فعدته من أيام. أما الجمهور يقولون إيه؟ فأفطر اختيارا. طب لما يفطر يبقى الحكم مش مرتب، يبقى لازم ميزان اعتدال فهم الكتاب هنا بالمقتضي. طب دي حالة خاصة، هم يقولون كل الكتاب كده وكل السنة كده. لذلك لما أرادوا أن يروجوا للبدع حسن وبدع السيئة قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة، قالوا كل محدثة سيئة ضلالة. لازم إيش التقدير؟ يعني كل بدعة محدثة حسنة ليست إيه؟ ليست ضلالة. فأنتم بيقدروا تقديرك، وهذا موافق للغة. يا ابن الحلال مين وضع اللغة؟ من الذي وضع اللغة؟ الله جل في علاه. والاصطلاح الشرعي يقدم على الاصطلاح الايه؟ اللغه، الشرع، العرف، اللغه بتقدم الاصطلاح الايه؟ الشرع، لان هذا المراد اصلا، هذا المراد تعبدا اصلا في هذا الباب. فاذا نقول بانه مساله الفهم ضابط الفهم الكلي على فائدته معرفه اصول. انت اصلا عشان تعلم التقدير اللي اختلف بين الجمهور وبين الظاهريه بمعرفه الاصول في هذا الباب، صحيح ولا لا؟ لأن هنا هو في أصول مذهبه في أن على 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 التأصيل العام على وجوب الصوم، فالمقتضي وافق الأصل الذي أصله هو. من فوائد معرفة الأصول أو أن تدرس أصول المذاهب ضبط الخلاف، وده العلم. ليس العلم أنك تكون ببغاء، ليس العلم أن تكون إيش؟ ببغاء. الببغاء ده هو المقلد اللي يحمل خربة وينتهي الموضوع. بائع الخلاف ليس كصانع الخلاف في هذا الباب. فهنا ضبط الخلاف هذا هو العلم. انت تعرف اصل النزاع، اين اصل النزاع؟ لان انت لو عرفت اصل النزاع تستطيع ان تعرف الاقرب الاقوال للسنه، وتستطيع ان تقول بالراجح والمرجوح، لانك تعلم يقينا ان الحق لا يتعدى. الحق ايش؟ واحد عند الله. يعني لابد من الراجح، واصوليا عند جمهور الاصوليين المحققين يقولون لابد من العمل بالراجح دون مرجوح، البحث عنه ثم العمل به. لما؟ لأن أنت مطالب أن تبحث عن مراد الله وتعمل به، وتحقيقه لن يتأتى إلا بالقوالب التي تفهم بها. فهنا ضبط الخلاف على أصول النزاع بأصول المذاهب. أضرب لكم مثلا قريبا، لأن ضربت مثلا بعيدا أنا سأرى تهوية في أذني وفي رأس. ده أضرب مثلا قريبا، مثلا في مسائل حديث المصراء. حديث المصراة هو اصلا ايضا ياتي مساله قوه المذهب وضعف المذهب. حديث المصراة تعرفون حديث المصراة؟ قال من اشترى محفله مصراة. ايه المصراة؟ راجل، انتوا يا جماعه بالخير هنا في حجر النواطيه مش جنب الفلاحين هنا؟ دي كوبري الناموس، يعني مش جنب الفلاحين؟ في فلاحين هنا؟ في مصنع الفلاحين؟ مزرعه. بايش بيفعلون في البقر مثلا لو عايز يبيعها؟ قبلها الان الجزارين ايش بيفعل معاها؟ بيشربها ميه بس؟ لا، ده كمان بيديها ملح. ده مش بس ده، هو بيديها ملح. ده بص الظالم بيعمل ايه؟ بيديها ملح ويصومها وبقى كده ادخلي على الانهار. لما تشرب ايش اللي بيحدث؟ ممتلئ الراجل، يقول ايه ده اللحم؟ كل ده لحم، خلوا الفقراء ياكلوا ويشتريها، صح ولا لا؟ فهو اصلا شافع بيقول ان المصراء بيربط الاخلاف، بيربطها عشان تظهر ان هي ايه؟
سمين، والدرع يكون ده بيجيب اميال لبن مش كيلوات اميال لبن، فيشتريها ويدفع فيها زياده على ذلك. ده اللي بيحدث، دي المصراه. صحيح المصراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى محفله فقال هي عنده ايه خيار بثلاث ايام، ان شاء امسك وان شاء ان راضيها امسكها، وان سخطها ايش ردها، لا مش ردها بس، هات اللي بعده ردها، وايه وصاعا من تمر، وصاعا من تمر. هي الاشكال كل الاشكال في تنازع واختلاف العلماء في هذه المساله، ردها وصاعا من ايه من تمر. اصول المزايا تاتي بقى هنا في هذا الباب. عندنا مثلا عند اصول الحنفيه يقولون، طبعا في بعض المظالم على الحنفيه، وبعض الحنفيه يقولون بذلك، يقولون الحديث الاحاد اذا خالف القياس لا يؤخذ به، يقدم القياس على حديث الاحاد. حقيقه الامر ان هذا ظلم للحنفيه. عمده مذاهب الحنفيه تقدم الاثر ولو كان ضعيفا، تقدم اثر القهقهه على القياس ان هو الوضوء ينتقد مع صلاه الفجر، هذا ظلم للحنفيه. لكن بعض الحنفيه قال بذلك، نعم بعض وجوه المذاهب، بعض اصحاب المذهب قالوا ذلك، نعم قالوا ذلك، تقديم القياس على احاديث الاحاد. صراحه مالك يقول بذلك، هو اصول اذا مذهب مالك عندهم شيء يضعف المذهب او يضعف المذهب بمثل هذا الباب، انه بيقدم عمل اهل المدينه على حديث الاحاد، يقدم ظاهر القران على حديث الاحاد، يقدم، وسابين الامثله بذلك، وهذا اصلا ضعف في المذهب. فهو حديث المصراه رد حديث المصراه، لكن الحنفية لما ردوا حديث المصراة ردوه بأنه يخالف الأصول، يخالف الأصول، لأن الأصول عندهم الأصل العام اللي هي القاعدة الإيه؟ القاعدة الكلية. ما معنى الأصول عندهم؟ اللي هي القاعدة الكلية، القاعدة الكلية أن الخارج بالضمان. طيب هو ليه يدفع وصاع من ثمن؟ ما هو مش الخارج بالضمان، دي أحتاج أشرحها عشان تفهمها صح؟ الآن هو اشترى البقرة، أجلكم الله، خلاص مش أنتوا صورتوا البقرة شربت الملح طيب البقرة اشتراها وعلى إن فيها لبن كثير ولحم كثير، جاءت بس ثلاث أيام وبقت إيه؟ خُسف بها، والدرع ما فيش درع أصلاً، فين اللبن؟ راح فين؟ ما فيش راجل هيجي له ذهول، ماشي؟ فهنا نقول هي ماتت بعد ما رأى، ماتت قبل أن يرد. هي من ضمان من؟ المشتري، صح كده؟ طيب هنا يعني اذا هي من ضمان المشتري، فلما يردها يقول له ده انا كنت ضامنها الاستفاده منها باللبن اللي انا اخذته، فاهمها؟ مقابل الضمان اللي انا بضمنه. ولان النبي في القاعده الكليه قال الخراج بالضمان. ده طلع الكلام في اصول المذاهب هيتعبكم ولا سهله؟ الخراج بالضمان، صح كده؟ يبقى انا لان انا كنت ساضمنها لو ماتت، يبقى كل شيء يخرج منها انا ايه؟ استفيد منه. هو دي الخراج بالضمان، ودي قاعده نعم الغنم بالغنم، يبقى دي ايش؟ قاعده كليه، قاعده كليه. هم قالوا يبقى اذا هذا الحديث خالف القاعده الكليه فانتهى الموضوع، واذا خالف الاحاد الاصول يقدم الاصول على الاحاد ورد الحديث. وده ضعف في مذهب الحنفي. ليه؟ لان نقول له يا اخي انظر نظره الحق، هتجد ان ايه؟ ان الحديث اصل بذاته. اللي هو ده هو الاصل، مدارك الاحكام كلها دايره على السنه، هل الحديث اصلا انت القاعده دي واخدها منين؟ الحديث اصلا القاعده كلها ده اللي انت بتتكلم فيها، اصلا الحديث اصلا بايش؟ تعالى بقى شفنا اللي بينزل ده ويطلع امامنا، معلش انا اسف. الحديث اصلا بذاته، الحديث اصلا بذاته، فما يصح انك ترد وتقول لي الاصول هو اصل بذاته. فنقول لك عند الوفاق، ولانك استقرات في هذا الباب، سنقول بان القاعده الكليه خارج بالضمان عام مخصوص بالمصراه. انتهى. مخصوص بالمصراه. قالوا لا ده هو مخالف اصلا لاصل اخر، هو بيعدد الاصول، والاصل الاخر هو مساله ايه؟ مثليه الضمان. مثليه الضمان. ما انا هيفعل عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مثليه الضمان. انا اخذت لبن يبقى رجع ايه؟ لبن. لبن تاخذ تأهلتني لرد رد التمر. لا لا ما يهم بس انا بس اهم شيء عندي استنشق انكم فاهمين المساله ده بس دي ابتداء نبين هذه المساله في هذا الباب. نمشي للنقط. ها ماشي. يبقى اذا اقول شيخنا لو انا دلوقتي اشتريت حمار ثلاث ايام لا استطيع ان اركب الحمار؟ كيف؟ انا اشتريت حمار ثلاث ايام، ليه الخيار ثلاث ايام؟ اه مش انا هاكل الحمار؟ نعم نفعي
بركوب الحمار خرج خرج بالضمان يا شيخ. حتى في الرهن مش قال المرهون يركب فخلافة الشافعية أو دي أصول فهم أقول الآن قال بإيش بثمن يعني هو بيوحى الأب يشرب لبن الضر ويركب بنفقاته. مين اللي هينفق عليه؟ ينفق عليه المرتهج مش الراهن. المرتهج مش الراهن فهو لذلك هيستفيد منه بالركوب. دي الحالة الوحيدة في استفادة الراهن. إنما كل الفلاحين بيعملوا إيه؟ بيرهنوا الأرض والأرض بيأجرها وبيستفيد منها المرتهج كله حرام. لأن ده يعتبر إيه؟ ضمن القرض الذي جر إيه؟ لأن هو رهنها له بقرض فصار منتفعا بالقرض أهو الآن. والناس بقى كل ده تخليط موجود في هذا الباب. إذا نقول حديث المصراة هو إيش اللي حدث في هذا الباب؟ الحدث إنه لما قال صادم ما لا يصادم. لأن مدرك الأحكام يقول هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يصادم. يبقى قاعدتك خطأ مختمها خطأ وأخطأت فيها فاهم؟ يا إما الحديث ضعيف. لكن تقول الحديث صحيح وقاعدتك صحيحة هقول لك لا تعارض بحال من الأحوال وهيبقى فيه التئام بوجه من الوجوه. لكن وايش اللي اجعلنا بقى هنا الان هنفهم ضابط المساله بالاصول؟ عرفنا ليه الحنفيه رد لا اتهام في دين الحنفيه ولا لانها نقول في اصل عن اصول الحنفيه ان عندهم قواعد كليه والقواعد كلها دي مرتكزه من الكتاب والسنه. يبقى الحديث ده خالفها يبقى اكيد الحديث ده في شيء يعني وده اللي عندهم ده فهمهم. يبقى انت عملت امرين. الامر الاول عرفت اصل النزاع ولما رجحت عرفت كيف ترجح. والامر الثاني مهم جدا اعتذرت للأئمة. لا اتهام لا تتهمه يبقى لا اتهام. وده هو ده دي سنه ده هو ده فعل اهل السنه والجماعه ودي اصول السلف بحق في هذا الباب. يبقى اذا نقول بانه من الفوائد العظيمه لدراسه اصول المذاهب ضبط الخلاف ده اصل النزاع اساس النزاع في هذا الباب كالخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية في مسألة بيع الخيار اللي هو خيار المجلس يعني خيار المجلس. طبعا هو اصلا ابو حنيفة يرد الاصل عنده انه طالما في بيع يبقى في امتلاك مفيش بيع الا بامتلاك يبقى كيف تدخل يرد بقى هو امتلك فاهم يعني ان برم العقد انتهى الموضوع يبقى كلام على اللفظ لا على التفرقة باللفظ ده التفرقة بالابدان. المالكية او المالكية يختلفون مع الشافعية والحنابلة بأصل أصيل أن المالكية يرون أن هذا حديث مخالف أو بقى الضابط الكلي عند المالكية اللي هنتكلم فيه مسألة مخالفة عمل أهل المدينة والكلام بقى على أن ده بيضعف مذهب المالكية. هتيجي تقول لي عمل أهل المدينة يعتبر جماع والإجماع فنبين هذا المسائل ونبين حتى أن في وهم عندهم في مسائل قالوا الدخال خالفوا أهل المدينة وهي لم يخالف أهل المدينة يعني الضابط عندهم مش منضبط. وده سيأتي في أصول المذاهب نثبت أن هذه أضعفت المذهب المالكي يعني هذا الأصل في أصول المالكية أضعف المذهب المالكي أضعف وقدم عليه مذاهب أخرى هي مذهب الشافعية والحنابلة تقدم على الحنابلة في مثل هذه المسألة. فيعني وهنا بقى تحتها مسائل فرعات كثيرة اللي هي عمل أهل المدينة يرى أن عمل أهل المدينة ينزل مزية الإجماع فيبقى إذن الأحد لا يقدم على الإجماع انتهى الموضوع. يبقى إذن يا منسوخ يا متن ضعيف المهم التأويلات كلها تأتي عليه لكن يبقى الأصل بذاته الكلي عمل أهل المدينة. ثم وش فعلوا؟ مسألة التمذهب أنا سأتي عليها بعد ما أتكلم على هذا الباب لابد أن نفهم هذه المسألة. يبقى إذن أقول هنا هذه المسألة عظيمة جدا. فالإمام مالك رد حديثا خلى جعل ابن أبي ذئب تعرفون ابن أبي ذئب ولا ما تعرفوش قريب من مالك ورجل فحل وقدموه بعضهم في الزهري على مالك. ابن أبي ذئب قال على مالك بس الكلمة قوية أقولها ولا ما أقولها يعني هو طبعا خطأ منه ولا نقبلها منه بحال من الأحوال. لكن شوف إيش قال بقى لما رد الحديث وقال عمل المدينة قال على مالك أن يستتاب. شوف الكلام كلام فحش كلام لا يؤخذ به كلام يطوى ولا يروى. لكن أنا بقوله عشان تفهم فأصلا هناك من يعني يعظم السنة وعظم الحديث جدا. فهذا هو الآن هو ضبط الخلاف والنزاع. تقول أنت جالس تقول الله مالك صاحب السنة مالك ننظر الهجرة مالك النجم يرد حديث كيف يرد حديث. فأنت أصلا عندما تعرف الأساس سيجعل لك أمرين عظيمين. الأمر الأول ستستطيع أن تنظر بالرؤية الصحيحة من الأقرب للصواب وأقرب للسنة. والأمر الثاني ستعتذر للإمام عندما تخطئ مع أصول المذاهب في هذا الباب حتى تدين الله بأن أنت أصلا دين هنا مش تطلع تقول إذن على الإمام مالك أن يستتاب. يا عوض بالبيت هو وصل ارتد
مالك الإمام الذهبي؟ أقول لك الإمام ابن تيمية يقول شاهد له بأنه في الجنة. فيبقى إذن هذه مسألة يعني قوية جدا تجعل طالب العلم يستطيع أن يفهم ضابط النزاع. أين ضابط النزاع؟ عندما تغوص وتستطيع أن تفهم ضابط النزاع أنت هنا أسهل ما يكون تصل إلى الرجح المرجوح. مش يجي لك واحد من أصحاب الببغاوات يقول لك إيه ده؟ هو في حاجة اسمها رجح مرجوح؟ ويضحك. طب أنت خبتك بتضحك على خبتك؟ أنت خايف ما تفهمش حاجة وببغاء؟ على إيش؟ على إيش؟ على خبتك يعني؟ على أنك أصلاً لست بطالب علم وأنك فقط حامل وبتدي؟ اسكت. وبعدهم يقول لك طب الراجحية إيه الراجحية دي؟ ايه عبد الرجحي ولا ايه الرجح؟ ما عايزين نفهم ايه الرجحيه عندك يعني. لا ما بنت ايه لا هو ده وجهه. ها لا عبد الرجحي ده فحل من الفحول بالله. لك كل الشرف، لك كل الشرف، ولازم تدينا الرسالة ده ننزله عندنا في الصف تحسن لنا. هو معلمنا وسمعنا له كثير من الاشياء تعلمنا على ده. يعني هو معلمي بالسماع بفضل هذا اللي في علاه. يعني هو شيخي بالسماع واتشرف بذلك ان عبد الرجحي يكون شيخ من شيوخ. فالحاصل انا اقول انه ايه الراجحيه ده بينكر ان واحد بيرجح ويبقى هذا المتمذهب او هذا المقلد لم يشتم رائحه الاصول. جمهره الاصول يتفقون على انه لابد من العمل بايه؟ بالراجح دون المرجوح. ان ينظر في غالب الظن الغالب في ظني ان هذا الراجح لابد يعمل به. عجب عجاب. ولذلك ليش الماده القويه الخصبه في اصول الفقه التي تسمى التعادل والتراجيح؟ في تعارض ويكون فيها تعادل وتراجيح. لما؟ لانه ماده التعارض لها ابواب وسبل لنصل الى الراجح والمرجوح، لان الحق غير متعدد. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ اذا اجتهد الحاكم فاصاب فلو اجر، واذا اجتهد فاخطا فلو اجر. في هذا الباب فان هذه تفيدك جدا في هذه المساله على مساله الاصول. لما تاتي الى بيع العين تستغرب جدا. العلماء سنوا السيوف والكل ينكر الشافعي يقول بيع العين صحيح، ليس فيه شيء. لما؟ لأنه من أصول الشافعي الأصل في العقود الظاهر. ظاهر العقود سليما انتهى الموضوع، ما بياخدش حاجة على حسب المادة وسد الزريعة، ما فيش سد زراعة. فقال الآن إيش العينة؟ هي إيش العينة؟ جاء زيد يمتلك سيارة فباعها لعمر. باعها لعمر إيش؟ تقسيطا. قال له ب100 تقسيط. انتهى؟ خلاص؟ جاء عمر بعدها بيومين قال له السيارة أنا أريدها، ما رأيك تبيعها عليها نقدا وأخذها منك ب60؟ قال له بعت، أنا أريد سيولة، بعت. الآن في ظاهر الأمر رجل اشترى فامتلك، رجل اشترى فامتلك ثم باع وحصل القبول والتراضي، إنما البيع عن تراض. إيش اللي فيه؟ وإيش اللي فيه العقد الآن؟ وإيش اللي فيه؟ كلموني أنا على ظاهر العقد. رجل باع حصلت، انما البيع قوام صحه العقد ايه؟ انما البيع عن تراض، حصل التراضي وحصلت الملكيه وامتلك ثم باعها عليه مره ثانيه واشترى، برضه مالك بائع ومشتري وبينهم ايجاب وقبول واشترى، وش اللي فيها هذه؟ ولا في الظاهر صحيح. هو شو انت تقول ايه ده الشافعي يخالف الجمهور ويقول بالعينه والناس كلها حرب والعينه وبعدنا حديث واذا تبايعتم بالعينه، ليست هذه الصوره تتكلم عن الشافعي. وانا قول الشافعي ارجح، ده قول الشافعي في هذا ارجح. ليه؟ لانه يقول انا الاصل في المسلم احسن به ظن ولا سيء. اما مالك يقول لك لا بيع حرام. طبعا بياخذ نص على تبعتهم بالعين، فهو بيقول ان هذا وسيله الى ايه؟ التحايل على الربا. يبقى بقت ايه؟ مال بمال بينهما ايه؟ حريره او سياره كما قال ابن عباس، بينهما سياره. لان هو اراد ان ياخذ منه 120 ويديها له 80، ياخذ منه 80 ويدي له ايه؟ 120. لانه هو قال له بالتقسيط 120، طب الثاني بعتها له نقدا بكام؟ ب 80، فهو اخذ ال 80 سيوله وقتيا وهيديله ال 80 دي يزيد عليها 40 دي 120، فقال هذا قط، هذه بقى خلاص ده تحايل على الربا وحسم الماده وسد الذريعه في الاصول. فانت مش هتستغرب ان الشافعي ليه ما قال بذلك وليه مالك يمنع ذلك، ستعلم ان الاصول المختلفه هنا هي التي ادت، اما تعتذر للامام وتعرف الراجح من المرجوح وهذا يفيدك جدا، واما ان تقول اقف لا اعرف. مفهوم؟ فهذه من الفوائد العظيمه جدا التي تفيد طالب العلم في معرفه اصول المذاهب، تفيده جدا. ايضا من ذلك مساله ايضا في اختلاف اصول المذاهب، انا بضرب الامثله هذه لتعلم الفارق. يعني مساله اكل الذئب، اكل الفهد
لا لا سيب الضب ده هنكلم ده انت تطلع فوق بقى اكل النمر والفهد و... طيب كل ذي ناب اليس الملكية يقولون بجوازي؟ كيف يقولون بجوازي عند الحديث صريح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مخلب عن اكل كل مخلب الطير وكل ذي ناب من ايش؟ من السباع. صحيح؟ يعني ما تاتي الملك انت تندهش ايه ده؟ كيف؟ وفي المذهب هذا؟ يعني اذا قلنا بان هذا هو إيه ما الذي يحدث؟ الاخ بيقول ماذا وضعوا في الطعام وانت تسرع في الكلام؟ انا هذه طبيعتي اصلا. انا ما اخذت الا الفوار لمعدتي. لكن ماذا افعل انا؟ ليش باسرع؟ طب انا ليش باسرع؟ عشان الكم قوي واحنا داخلين على لسه ابواب ولسه مستجد. صح. طب اذا وجدتموني اسرعت ف بس يعني استبطئوني سأبطئ قدر ما استطيع. الصراع في قلبي. ها؟ الصراع في قلبي. لا رضي الله عنك. فإذا قلنا بذلك سنرى بأن من أصول الإمام مالك إيه؟ أنه يرد الأحاد إذا خالف المتواتر وهو لا أخرج. خلاص انتهى الموضوع. وأنا أقول طبعا هذا 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 ضعف في المذهب أهو الآن. ضعف وهذا سيأتي. إن شاء الله سيأتي سنبين الضوء على اصول عند مالك يتفق الاصولين ان هذا الاصل يمكن ان نضع في المذهب. وهذا سنبينه ان شاء الله بضرب الامثله من كتب المالكيه حتى يعني يكون الامر لهم باذن الله تعالى. هو طبعا الشافعي في بايعينا بيشترط عدم ايه؟ عدم التواطؤ وعدم الاشتراط وعدم يعني اشترط ذلك. هذا امر المفروض تبقوا فاهمين هذا الكلام. من ذلك ايضا من الفوائد التي نستفيدها من دراسة أصول المذاهب معرفة قوة المذهب وضعف المذهب. معرفة قوة المذهب وضعف المذهب. يعني كما قلت هناك مذاهب يعني تستملح الاستحسان وتكثر منه. هذا يضعف المذهب. والشافعي لذلك لما أنكر قال إيش من استحسن فقد شرع. مفهوم؟ وسنبين مسائل حتى عند الأحناف مسألة الاستحسان لما 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 زادت أخطأت السنة كثيرا. وإن كانت في موضعها قد تفهم. وايضا مسائل النظرات المقاصديه. والامام مالك ابو النظره المقاصديه. ابو النظره المقاصديه. فالنظره المقاصديه ايضا هذه يعني حقيقه الامر ان وطبعا ابو المقاصد الشطبي. النظره المقاصديه احنا قلنا بالنسبه للمقاصد المقاصد ليست اصلا مستقلا. ليست من مدارك الاحكام اصلا مستقلا. النظره المقاصديه هذه تفيدك باستئناس للترجيح. للترجيح يعني ما يكونش اصل مستقل معك ادله اخرى حتى ترجح او تعطي في ذلك. هذه بعض فوائد دراسه اصول المذاهب. ولاننا سندخل على مذهب من اعظم المذاهب هو مذهب الامام مالك. والامام مالك رضي الله عنك يا شيخنا سيدنا شيخ رضا نفع الله بك الامه الاسلاميه. هو الكلام على إمام من جهابزة الدنيا، على إمام كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها، على إمام ظهر يعني صيته ذاع وشاع بين الخلائق ووصل إلى السماء. الإمام مالك وما أدراك ما الإمام مالك. الإمام مالك وما أدراك ما الإمام مالك. كل الإمام مالك. الإمام مالك تعرف نشأة الإمام مالك. الإمام مالك جده كان عالما. مالك بن أنس أيضا كان من التابعين وكان يروي عن الصحابة الكرام. هو نشأ في بيت علم. فالكلام عن مالك لابد أن نشير للإمام مالك ومن الإمام مالك عشان تعلم وزن مذهب الإمام مالك. ثم بعد ذلك أيضا نتكلم عن عقيدة الإمام مالك وترى ما خربه المتأخرون على المتقدمين. لما انحازوا وحادوا عن إمامهم في مسألة هي أعز المسائل. ولأن النجاة بها نجاة. مسائل الفقه مهما على خلافها واختلافها انت معذور فيه انتهى الموضوع. انما العقيده لا، الاعتقاد لا، وما فيش اختلاف في اصول الاعتقاد. يعني الاختلاف في اصول الاعتقاد غير وارد. الاختلاف بينهم في التطبيق لا في التأصيل. فلذلك لابد يكون العنايه ادبا في اصول الامام مالك ان نتكلم عن مالك، من مالك، ثم نتكلم عن اصول مالك الكليه كلية، ثم تفصيل اصول مالك، ثم السبورة لابد أن تكون هنا حتى نضع الأدلة المتفق عليها بين كل المذاهب. حتى ما نقول أن هنا النزاع لا يتأتى في هذا، لكن أيضا سيكون مع الاتفاق
هناك فروع مختلف فيها، وده اسمه الذهب المخفي، انه مع اتفاق التأصيل ستجد عند التفريع عند مفردات الفقه هناك خلاف، ده بينه ونبين لما اختلفوا مع انهم في الاصول ايش مع انهم في الاصول متفقون. يبقى لما الاختلاف سنبين، دي اسمها ملح العلم ده بقى، او قل هذا الذهب المخفي، لتعلم ان القرائن حكمت الامام في هذا الباب. اقول اخوتي الكرام، مالك وما مالك، اولد مالك، انا مالك ولد بالمدينه سنه 95 هجريا، والامام مالك اخذ العلم عن كثير من التابعين، وايضا عن عدد كبير من التابعين وتابعي التابعين، اخذ عن نافع مولى بن عمر، وهذا يعني جعلنا نقول بسلسله الذهب. مالك اخذ عن نافع، ونافع كان من اتقن العلماء الذين او من اثبت العلماء الذين اخذوا عن ابن عمر. فمالك الامام البخاري امام اهل الشان، وايش قال؟ مالك عن نافع عن ابن عمر سلسله الذهب. انت عارف هناك سلاسل لمالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مفهوم؟ مالك عن عبد الرحمن بن هرمز، عن الاعرج، عن ابي الزناد، عن اعرج، عن ابي هريره، هي سلاسل عن الامام مالك، لكن ارقاها وسلسله الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف بقى من اجل من يروي عن مالك. لا ما تموتونيش، لا ده انا احزن جدا، انا احزن حزنا يقتلني. يحيى من؟ كل هذا خطا حمود بهذا، انا كده هتضايق لانه بتاتوا علي وعلى قلبي. يا اخي مذهبنا يا اخي الله يهديك، ما في اجل من الشافعي يروي عن مالك، ما في اجل عن الشافعي يروي عن مالك. فيبقى هذا اللؤلؤ والالماس الخالص، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ما من اجل من يروي عن الشافعي؟ احمد. وفي يعتبر في المسند إلا ما يكون وهما 13 حديث في هذه السلسله التي جمعت اللوامع والنجوم الساطعه والاقمار المضيئه والشموس الدافئه في هذا الباب. احمد يقول حدثني الشافعي يقول حدثني مالك حدثني نافع عن ابن عمر عن سلسله خلاص انتهى عن الثلاثه هم كمل العلماء الذين جعل الله لهم القبول في الارض في هذا الباب. يعني هو يروي عن كثير من التابعين كما قلنا، وتابعي التابعين. ترعرع الامام مالك في المدينه في صون وتجمل ورفاهيه وطلب العلم، فلم يعرف عملا ولا تجاره ولا سعى للسفر ولا صناعه ولا غير ذلك. ولذلك مالك كان في المدينه، ومالك طبعا تعلمون كان السلطان يعطيه ايش العطيه. تفضل شيخ. لا اريد ايش. تفضل شيخ. لا حج الوسعة. تفضل. نعم. مالك إمام دار الهجرة، انتشر علمه في الأمصار واشتهر في سائر الأقطار، وضربت إليه أكباد الإبل، وارتحل الناس إليه من شتى الأنحاء، وجلس للتدريس وهو ابن 17 سنة، وقيل بل مكث يفتي وهو في هذا السن، ونازع العلماء في ذلك، لأنه ما كان الفتوى إلا بعد النضج الكامل. يعني شوف البعثة كانت بعد إيه؟ بعد الأربعين. البعثة أنا مش هاخد، لأن أنا واخد فوار في المعدة، فلازم اجلس على الاقل نصف ساعة، مش عارف احنا جلسنا نصف ساعة ولا لا؟ احنا ثلاث ساعات. بسرعة. نعم سامحونا، يعني بس ننتهي، نريد هذا الباب. الساعة العاشرة. عندي هنا. فروى عن الزهري وروى عن ربيع الرائي، تعرفونه وتأثر بهم. أهم ما يهمني في هذا الباب هو روى عن هؤلاء، هي مسألة طلبة العلم هنا يعرفون. احنا عندنا السلف، هو بيتكلم على السلفيون اهو، انا بتكلم على السلفيين الان. مسألة الانصاف، افضل ما في السلفيين بيقعد سنتين بيطلعوا علماء الدنيا، هو سنتين قاعد يقول انا رحلت وسافرت وقعدت وسمعت شيخي وبتاع، ويطلع يقول لك انا ابن جلاله وطلع السناي. موجود حقيقة الامر، وطالع ده حق ولا مش حق. انا اصلا نتكلم على انفسنا حتى لا يتكلم عنا احد، كثير منا وصل هذا. وبعدين بقى كمان بقى يعني تعلم اللي هم مش كل السلفيه طبعا، بعض السلفيه تعلموا امرا عجيبا، هو مساله ايه؟ مساله اجعل حاشيه. كان شيخ قالها لي بالضبط، اسمها شمشرجيه ولا مش عارف، اللي هو بيجهز للتعريف اسمه ايه؟ هو بالضبط، هو ده اسمه كده. اه ده طالع بقى مجموعه طالعه، وهذا خلي بالكم اعلى اهل الارض،
وهذا الذي له النفس الطويل فيه، فاهم ازاي؟ نفس طويل فيه نخليه يموت احسن عشان نرتاح في هذا الباب. وهذا الفتوى لا تعدله ولا تتجاوزه، وهذا قد اتقن السحر والكهانة، الحمد لله انه اتقن السحر والكهانة. لكن حقيقة الامر ان العلم ليس كذلك. ولذلك انا قلت لكم الاخ اللي طلع انا رافع الجرح والتعديل، ما عادش 3 ساعات تعلم الحد، انا عايز اعرف شيوخه فين، تعلم ايش، فهم ايه في الفقه والحديث، ايه اللي خلصوا في العقيده، فين كتبه وفين ما في، كلهم فاضيين، كله شويه شبابه فاضيين. بس المساله ايه؟ لا مساله يعني الفرحه باللسان اللي هو اطول من البحر الاحمر، كله جاري والصرصره. وهذا لا، هذا مبتدع ضال، سيقول لا ليس بضال، هو مبتدع وسيضل قريبا، تمام ازاي يا استاذ؟ وهذا هو ده. وبعدين تعلمتم ايش؟ وش اللي عندكم؟ في المجالس العلم تعلمتوها؟ جلستم على اي شيخ يعني علمكم ما عندكم فيه؟ وين ضوابط الجرح والتعديل التي نظمها العلماء؟ هل توفر فيكم شرط واحد؟ ولا شرط. ده العفاريت فرت منكم. العفاريت فرت منكم، انتم جهله، شويه جهل. فانظروا هنا بقى ما اريد انا هنا في مساله مالك، مالك يجلس سنوات عمر سنوات يجلس سنوات عمر سنوات عمره باسرها يلازم المشايخ. لازم الزهري على ما يقرب من 20 سنه، لازم ربيع على ما يقرب من 20 سنه، لازم ابن هرمز اعتقد او غيره 7 سنوات، يعني كل ما يجلس مع عالم يلتصق هذا العلم. انما انت تجلس لي اول ما تجلس اخي اقول لك الحمد لله قد استوى الامر. استوى على سوقي واستغلظ. والان خلاص نبت العود، لكن انا عشان الرياء لازم ما اظهرش نفسي. يا سنه خلاص تكامل المساله، انت الان الكرسي لك، ويسيبه ويعمل كرسي في مكان تاني، ويبقى بقى ايه المنازعه على الكتاكيت في العشاء، ودي اسمه قتال الكتاكيت، دي حرب الكتاكيت، قتال 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 مرير. فانت لو استوى امرك لابد ان تجلس ايش؟ تموت حتى تستوي عند الشيخ ويقول لك الان الان قد استوى عودك، انتهى. لكن تجلس سنه، تجلس سنتين تحفظ فتاوى الشيخ النباز، وتحفظ تقرا في السلسله الصحيحه بعض احاديث في هذا الباب، ثم تطلع وتقول انا ابن جلاله الله عز وجل، انا استفتوني الان كله ياتي على الخبير سقط. يقول له اديني بس انا اقتصدي على الخبير سقط. طبعا يقول لك اذا كلمت يقول لك عائشه قالت ذلك على الخبير. طبعا عائشه، لان عائشه امتلأت علما، الذهبي يقول اعلم نساء العالمين على الاطلاق هي عائشه، من يدانيها؟ فاهم؟ فالحاصل نقول افضل ما ناخذه من الامام مالك طول الملازمه. وده قاله شيخنا امام المذهب عندنا، وش قال؟ قال وطول زمان، قال ملازمه استاذ وطول زمان. ملازمه استاذ وطول زمان، هذا الذي حدث من الامام العالم الامام مالك. روى عن الزهري، وروى عن ربيع الرأي من فقهاء المدينه، وروى عن يحيى بن سعيد الانصاري، وطبعا طبقه اعلى، وموسى بن عقبه، وروى عنه كثير من الرواة، حتى ان القاضي عياض الف كتابا عد فيه 1300 اسم ممن روى عن الامام مالك رضي الله عنه وارضاه، اشهرهم سفيان الثوري. مع ان سفيان الثوري هذا امام علم، سفيان الثوري كان فقيها محدثا له مذهب، لكن اصحابه لم حتى لما سالوا الثوري عن مالك قال مالك هو مالك، لكن قال ايش؟ مالك وما مالك بضاعته في الحديث ايه؟ قليله بالنسبه لمن؟ لان الثوري امير المؤمنين في الحديث، لكن ايه اللي قدم مالك عند علماء الحديث على الثوري؟ مع ان هما الاثنين وزن عالي جدا، وش اللي قدم مالك؟ كان ينتقي من شيخه. ومالك لا والثوري ما يهم، كان يدرسه ايضا ناس عمن هب ودب، لكن كان بحر في الروايه، امير المؤمنين في الحديث. ولذلك الثوري وزنه ثقيل، لكن قدم علماء الحديث مالك في هذا الباب، يعني قدمهم في هذه، قدموا مالك لان مالك كان ينتقي من شيخه. مع ان انا اقول لكم مفاجاه، مالك روى عن الضعفاء، لكن مش كل الضعفاء، يعني احنا قلنا كل قاعده لا تكون قاعده ايه؟ منطبقه، تكون لا تكون كليه، لكن تكون اغلب حال مالك انه ينتقي، لكن في بعض الرواه قد روى عنه، وده وجهها المحدثين، وجه ذلك وبين ان شاء الله التبريرات التي جاءت بانه ممكن يكون اصلا الضعف في الايه؟ في الاختلاف، في نظرك انت ضعيف، في نظر الاخر انه قوي، او وراه لعلة عامة التبريرات والتوجيهات. ابن عبد البر ايضا تولى كان في هذا، فهذه ان شاء الله هناتي عليها
اللي فضل الإمام مالك. صفات الإمام مالك الخلقية ونصر مش هتهمنا في شيء الآن، لكن أنا أيضا لنرى أعطاه الله جمالا، يعني تعرف كل عالم جميل، هات لأي عالم وأثبت لك جمال كل عالم جميل، لأن الله بيعطيه ندرة نظر الله أن سمع مقبلات في عوافة أدها كما سمع. كل عالم جميل يعطي الله جل في علاه جمالا له، جمال روح، جمال عيون، أهو عتارة فيه جمال. وكان بياض الإمام مالك بشوب بحمر. الإمام مالك كان يعني حتى ابن هرمز لما قال للجارية من الذي متوقع، قالت الأشقر، هو ده اللي جالس للنهار عندي الأشقر. فكان له جمال وبياضه كان مشروع بحمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رجلا جسيما، جسيما له هيبة ووقار. أنا أظن الهيبة التي أتت هنا لتعظيمه الكبير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن الهيبة التي اكتسبها الإمام مالك ما كانت الهيبة في صدور الناس بهذه الطريقة، إلا أنه كان أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك طبعا في السير قلنا قاعدة معينة تذكر عبد الرحمن، نخفف الأسانيد، ما تجيش تكلمني على الأسانيد، نخفف في السير. يقال أن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي، كان يمشي حافيا في المدينة. لما سئل على ذلك وش قال؟ ها؟ كان يمشي حافيا، فسألوه عن ذلك قال احتراما لهذا. شوف شوف شوف، وكان لا يجلس، نعم لا يجلس إلا مغتسلا متطيبا متطهرا احتراما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أخذ ذلك عن علماء الأنصاري وغيره، لأن سعيد بن المسيب الذي يروي لهم كان نائما، وكان نائما وكان مريض جدا مضطجعا من شدة المرض. فلما سألوه عن الحديث قام، قالوا ما أقامك يا إمام؟ قال لا أحدث حديث النبي مضطجع احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. فهو كان له هيبة ووقار حتى قالوا بأن الطلبة كأن على رؤوسهم الطير. نعم. اجتهاد مالك في طلب العلم وتكريم مالك للأئمة، وده مهم جدا لطلبة العلم، لعلها كما قلت تكون يعني لي أنا توبة النصوح ويعني الذهاب إلى الطريق الصحيح في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يلتمسون عالما فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ابن جريج قال أن هذا العالم هو من؟ هو مالك. وكثير من العلماء قالوا المقصود بهذا الحديث هو مالك. طبعا الحديث أصلا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، وإن كان ابن حبان يعني حسنه، والترمذي حسنه أيضا، والحاكم صححه، والذهبي وافقه. ومع ذلك أنا نقول الشيخ أحمد شاكر أيضا حسن إسناده، مع أن في كلام، لكن احنا يعني هذا لا يهمنا البحث في الاسناد، لاننا في السير بنعمل ايش؟ بنخفف هذا البلاء، لكن هو لازم نبحث في اسناد هذا الحديث لانه يشير الى الامام مالك. قال ابن عينه كانوا يرونه الامام مالك. قال عبد الرزاق هو مالك ابن انس، وكذلك قال يحيى بن معين هو مالك ابن انس. اتى مالك نافعا، قال اتيت نافعا وانا غلام حديث السن مع غلام لي، فينزل من درجي فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا كاد يأتيه أحد. وكان يعني مع نافع هو يترك الناس ويأخذه ويأخذ مالك ويمشي. هذه كانت طبيعة العلماء، طبيعة العلماء كانوا ينظرون في أذكياء الطلبة فيفرغون لهم الوقت ويقولون أنتم ويأخذونهم إلى مكان يعني مكان لهم. وهو حدث مع الشافعي ذلك، لما سمع الشافعي القراءة يعني وجد شدة حفظ الشافعي وفصاحة وبلاغة الشافعي، قال له تعال انت مكانك هنا في البيت. ولذلك يعني على ما توقع مالك، وكان الامام الشافعي الامام العلم. ومالك ايضا كان يجالس ربيع الرأي. في ربيع الرأي هنا وعنه اخذ مالك ابن انس العلم، ثم اعتزله فجلس اليه اكثر من كان يجلس الى ربيعة. فكانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة او اكثر، وافتى معه ربيعة عند السلطان. هذه مسألة لازم تفهمها جيدا. تعليم مالك تعلم من ربيعة الرائي، وكان له لفتة عظيمة. هذه اللفتة لكل نسائنا اللي مش موجودة في عصرنا، ان مالك اذا بحثت عن تخريجه كان الاساس امه، ذاك المرأة اللبيبة هي التي تخرج لك النوابخ.
والشافعي طبعا هم لما راح دي امه كانت ذكيه جدا لما دخلت على القاضي ودخلت على القاضي وهي شاهده وهو اخرج الثانيه فقالت له كيف تفعل ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فتعجب القاضي من لفت الانتباه الذي كان في ام الشافعي. اما ام مالك انا اقول ام مالك في مساله اعظم ما تكون وهي كانت تعممه وتحسن هيئته. هذه اول شيء. انت تعرف ان كل امراه كانت تهدد الولد وتطيبه من اجل الجمال، لا هي جملته من اجل العلم. السلع النافقه هنا جملته من اجل العلم. فعممته ثم قالت له اذهب الى ربيع الرأي اجلس تحت قدمي او قدمي تحت يدي. قالت فايش؟ فتعلم من سمته ودله قبل ان تعلم من العلم. تعلم من سمت العلماء، تعلم من سمته ودله قبل ان تتعلم. هذه امرأة لبيبة أخرجت لنا من مالك وكل ذلك في ميزان حسناتها. فكان يجلس إلى ربيع الرأي لكنه ترك وبعد ذلك لما سمع لمن؟ للزهري. ولأن ربيع أكثر جدا في انتقاد الصحابة وأكثر جدا من القياس فمل مالك تضايق ولذلك أخذ لازم الزهري. أخذ مالك بن أنس كما قلنا عن ابن نافع مولى ابن عمر وعن سعيد المقبوري وعن ابن عبد الله بن الزبير وابن المكادر والزهري وعبد الله بن دينار وغير هؤلاء من الائمه العظام. مذهب مالك في الاخذ عن العلماء عشان تعلم كيفيه ايضا الاخذ. انا قلت دائما كنت يعني في نعومه اظفاري في هذا الباب اللي طلب العلم يعني كنت اخشى ان اجلس الى الاصاغر لاني اعرف انه اما ابتلى ببدعه واما ابتلى بتوحد. التوحد هنا عندي التخلف في ايه؟ التخلف في طريق العلم مش تخلف العقل. راجل بصيري كان فهو توحد بص كده طب شوفوا كده عند توحد ولا عينه ذهبت سمع التوحد ذهب. انا اقصد توحد يعني تخلف في طريق الطلب. لان انت لو اخذت عن الاصاغر ايش اللي هيحدث؟ اما تنبت البدعه في قلبك فتتنامى وانت لا تدري واما انه يحيد بك عن الطريق الصحيح في مساله الطلب. فكنت في ليالية ابكي وادعو الله تعالى ان انا لا اخذ الا عن الراسخين الذين رسخوا في المواد التي اخذ منهم فيها حتى ولو ضعف في 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 مكان اخر. المهم ان اصلا اذا اخذت منه علم يكون العلم فيه شيء من الاتقان. فهنا مذهب الامام مالك هو الاخذ عن الاكابر. هم كانوا يقولون انظروا ان العلم دين فانظروا عن من تاخذون دينكم، يقصدون بذلك الاكابر. لان علمنا الامام مالك يقول لا تاخذ العلم من اربعه بين لك او يعني صنف لك من تاخذ عنه العلم. الامام مالك يقول قد ادركت 70 ممن يقول قال رسول الله عند هذه الاساطين واشار الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما اخذت عنهم شيء. ليه لم ياخذ عنهم؟ قال وان احدهم لو اؤتمن على بيت مال. شوف بقى ثقه وامانه اهو الان. لو اؤتمن على بيت مال لكان امينا الا انهم لم يكونوا من اهل هذه الشام. يبقى هو ما كان ياخذ الا عن الاكابر. وقد ورد عن واضح احنا عايشين الزمن بتاعنا زمن الروابيضات. الزمن بتاعنا زمن الروابيضات، ترفع رايه الجرح والتعديل لمن لا يعقل، لمن لا يتقن، ما قراش كتابه طلع يتكلم على ايه ده؟ هو بيقول ذلك والسلف لا يقولون والسلف يعملون، هو مش فاهم اصلا ايه سلف، مش فاهم يعني ايه سلف اصلا. ودي المشكله. المشكله كبيره جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم عند الاصاغر في اخر الزمان. فهو الامام مالك كان لا ياخذ الا عن الاكابر، فهو بيقول الواحد منهم لو اؤتمن على جبل من ذهب يؤديه. الواحد منهم يقوم الليل باسر كالاسطوانه. من البكاء والبكاء والتضرع والقراءة عابد لكن هو ليس من أهل الأشياء. لذلك هو قال الإمام مالك قالها تصريحا لا يأخذ العلم من إيش؟ من عابد. لأنه شغلته العبادة عن الرواية. شغلته العبادة انتهى الموضوع. شغلته العبادة خليك في التعبد لكن لا يأخذ. قال فقال لا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ولذلك قال لما قدم علينا ابن شهاب كنا نزدحم على بابه. يعني لما جاء الزهري تعلمون انه قال عن نفسه كلمه من اعظم الكلمات. وش هي؟ الزهري قال عن نفسه كلمه من اعظم الكلمات وش هي؟ ها؟ من؟ ارد ردوا هاتوا بقى ردوا خلوا ايش فيه يعني ايش عندك؟ ما تعرفون سير الإمام مهمة جدا. الإمام الزهري قال ما كتبت سوداء في بيضاء. كان صاعقة في الحبس. لا الزهري حتى ولا لا ده قتادة كمان قال ذلك. أكثر من واحد الزهري قال في ذلك. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
ماشي اتفضل. لا يا شيخ انا ما نستطيعش نرد هذا، ان شاء الله خير باذن الله، لكن تحافظ على الامر، تحافظ على الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. فهو حتى لما اختبر مالك كان جالس، يقال عشان تفهم كيف العلماء، لما قدم الزهري عليهم، مين اللي في المدينه؟ مين جالس في المدينه بيتعلم عليه مالك؟ من ذكرناه انفا اتقوا الله، ها؟ ربيع الرأي. يقولون اول الجالسين بين يدي الزهري كان ربيع الرأي، مع انه وزن الزهري. شوف هنا، هو ده، هذا حقا العلم، هذا حقا التواضع للعلماء. فكان يجلس، وجلس الامام مالك فسرد عليهم احاديث، فجاء اليوم التالي قال: من حفظ عني الاحاديث التي ذكرتها؟ قال: عندنا من يرد عليك الاحاديث التي ذكرتها. ده ربيع اللي بيتكلم. فقال: من؟ قال: هذا. وهذا كان تلميذه، ده بيقدمه تلميذه. وقدم الامام مالك واعطى له 40 حديث، 28 حديث. قال: ما اظن احدا يحفظ مثل ذلك الا انا، يعني مش واحد غيري يقدر يصل لذلك، انت وصلت لذلك. الامام مالك واعجبه الامام مالك. ولما دخل في العيد قال له: ما تريد؟ اللحم. قال: ما اريد اللحم، اريد الحديث. فلما سرد عليه 20 حديثا قال: رد علي الحديث التي اعطيتك اياها. فردها، لم يخطئ واحده. قال: ان رددت اعطيتك. فلما قال فتكلم عنه قال: يعني انت امام الناس او كلمه مثل هذا؟ قال: الحديث. قال: كف، لن تاخذ. وده تشويق الطالب، تشويق طالب العلم تدروش، يعني عشان يفهم الامام البخاري فعل ذلك مع مسلم لما قال: هذا الحديث فيه عله. حار وقار، ما العله؟ والحديث غير صحه. لما قالوا العله ذهب اليه، الى يدي يقبلها، قال: ده ان يقبل يديك ورجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك الا حاسد، لا يبغضك الا حاسد. فلابد ان نفهم هذه طريقه الامام المالك عن الاخذ، لا ياخذ الا عن الاكابر. ولذلك مالك اصلا من صفاته انه كان ينتقي الشيوخ الذين ياخذ منهم. قال معي ابن عيسى ومحمد بن صدقه قال: كان مالك بن انس يقول: لا يؤخذ العلم من اربعه ويؤخذ من سواه. شوفوا هنا الاربعه الذين صنفهم الامام مالك على انهم لا يؤخذ منهم العلم، دي اسمها مذهب مالك عند التعلم. شو قلت لك انت تريد تتعلم انظر الى ايه؟ الى انا سابين ايضا كلمه مهمه جدا، انظر الى الراسخ فخذ منه. طب الراسخ هذا ما يشترط فيه؟ هل يشترط فيه ان يكون ملكا؟ ولا يشترط انه خيره يغلب على شره؟ انتهى الموضوع. يعني لا يمكن ان تاتيني وتقول لي انه يشترط ان يكون ملكا لا يعصي الله قط ولا يحسن صنيعه الايه؟ المعصيه. اقول لك انت كذاب افك اسيم، لن تجد. يبقى مش هتتعلم الا ان تكون نبيا. ازاي بقى يكون نبي عبد الرحمن؟ مش عارف. بوجودي مش عارف. استاذي الكريم تدبره. لن يتعلم الا ان ياتيه الملك يعلمه، وده مش هياتي الملك الا ايه؟ وحيا. والوحي يبقى يكون هو ايه؟ نبي. يبقى هو كذاب افاك اسيم، لان الله ختم النبوه وانتهى الموضوع. سيبنا. تنظر في هذا. اذا نقول بانه لابد ان 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 ان, أن, أن تصل للراسخ، ولا بد ان تعلم انه ميزان الصلاح اللي فيه. الامام مالك يقول: الاربعه لا تاخذ منهم علم، لا ياخذ من سفيه. وهذا السفيه الذي هو عاري عن الحكمه. ولانه السفيه يمكن ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهور يفعل ذلك من اجل ايه؟ انه يظهر نفسه. وده حصل مع كثير من الذين عاندوا وجحدوا. لا ياخذ من سفيه ولا ياخذ من صاحب هوى يدعو الى بدعته. الان شوف سفيه ليس حكيما لا يضع شيء في موضعه، صاحب هوى يدعو الى، وده اللي بنتكلم فيه. لما انت تجد رجل يحافظ على السنه ويناضل عنها وينشرها بين الناس، وزل ولا يوصل لبدعه ولا يتكلم ببدعه، ولما يقال له الزل الذي وقعت فيه هذه بدعه يقول: استغفر الله، اعوذ بالله من البدعه، تبت الى الله وانبت. لا مش هتوب، عشان انا لازم نقول انك ده مبتدع. مش هتوب يعني مش هتوب. انت فاهم؟ عنزه ولو طارت. هذا الذي يفعلونه الان. يا رجل، الرجل طريقته سويه لكن مبتدع، اصل البدعه، له هوى، لا كرامه، لا تبدع وتنفر وتقول للناس: من اخذ عليه فهو مغفل ضائع، حاد عن الطريقه السويه، ولا يمكن ان يقترب من رب البريه. ده حال من الاحوال، لان المبتدع ابعد ما يكون عن الله جل في علاه. وان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه. فقال: ولا صاحب هوى
يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس. يكذب في حديث الناس لأنه لو كذب في حديث الناس يكون إيش؟ يكذب نعم. لو كذب في حديث الناس سبيل إلى أن يكذب لا يرعوي فيكذب في حديث. هو يقال أيضا هذه سير، أنا في السير ممكن يقال بأن الإمام البخاري قابل رجلا يعني أراد أن يأخذ منه، وكان قد ضرب له الفيافي والقفار، فأراد أن يأخذ منه فقال الحماري تعالى صح كده؟ عايم؟ العنزة ولا؟ هو أتى له باسم ما اسمها؟ عند جعبة شوال أي أو المهم ما يوضع فيه الطعام، فطمعه أن فيه طعام فلما جاء ما وجد شيئا، فقال لما لم تطعمه؟ قال أنا أتي به، قال كذبت عليه في الطعام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو ليش لأنه أصلاً قال لك أنا أخشى أنه يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك قال يكذب حديث الناس لا يأخذ منه، وإن كان لا يتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه سبيل. ومالك مفعم بمسألة سد الذرائع، مفعم كما سنبين في أصول الإمام مالك. ولا من شيخ له فضل وصلاح وعباده. طب هو شيخ ولو صلاح ده رجل عابد بيبكي بالنهار وبيبكي بالليل، بيقرأ بالظهر بيبكي، يبقى حتى يعني الصلاة السريعة ما يبكي فيها أو بيبكي فيها أو المهم يقبل ذلك. فنقول له الآن قال لأنه لا يعرف ما يحمل وما يحدث به، لا يعرف ذلك، لا يعرف ما يحمل، جاهل، وإن حمل تراه لا يضبط، لا يضبط، فلا يأخذ عنه الحديث. شفت بقى هنا مذهب مالك في الأرض. شيخ يقول أنت لما عندما تأخذ من ضعيف هتطلع إيه أنت؟ بالله قل لي هتطلع إيه؟ الضعيف أخرج يضعف منه، أضعف منه الضعيف أخرج يضعف منه. ماشي؟ أنت أردت أن تكون راسخا، تكون متقنا، تكون عالما، لابد أن تأخذ على المتقن، لأن المتقن سيخرجك متقنا. ليه؟ لأنه أعطيك القواعد الكلية والأصول، عصارة العمر الذي عاشه طلبا هيعطولك على طبق من ذهب. بس أنا أعرف أن حكمة الله جل في علاه لا يمكن يأخذ ذلك إلا من كان مؤهلا. قد يكون بليدا مش ذكي لكنه صادق الطلب ومستمر، فيفتح الله له باب الزكاة، وزكيا متقطعا يعتمد على زكائي الله يغلق عليه الفم في هذا. مسألة المسألة على القلوب، على القلوب تدور. نعم ها كنت بليدا فهم فأنجبت المواطنة. هو هذا نعم، قيل له ذلك، قال كنت، وده تصريحا، قال كنت بليد الذهن لكن ايه المواظبه. ولذلك الامام الشافعي قال وملازمه، لان من ادام الطلقه ولج، من ادام الطلقه ولج. واما حفظ الامام مالك فكان الامام مالك صاعقه في ابواب الحفظ، وكان الامام مالك كما قال الزهري كان مثل الزهري في مساله الحفظ. يبقى لي مسائل وبعد كده نقف عند عقيدة الإمام مالك إن أردتم أن نأخذها، وندخل على 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 الكلام عن المتأخرين ومالك أخذناها، إن أردتم أن نقف عندها فيكون الأمر إليكم. كده ستكون المقاتلة قوية جدا في هذا الباب، وسننادي عن متأخري المالكية لما تركتم إمامكم، لما لم تعتقدوا ما اعتقد إمامكم، لما ما الذي حملكم على ذلك؟ ما الذي حملكم على الحيدة عن طريق إمامكم؟ وده هنلزم كل متأخر بكل متقدم، سنلزم كل متأخر بكل متقدم مع الإمام مالك. الإمام مالك كان يكرم العلم ويكرم أهل العلم ويحفظ الفضل لأهل، وهنا الأصل في ذلك قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. مقدمة صحيح مسلم عن عائشة وش قالت؟ ها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازل، وفوق كل ذي علم عليم. الثوري دخل عليه أبو حنيفة فقام، ده مش قام، ده قام واستقبله وقبله بين عينيه وأجلسه مكانه. الطلبة يجلسون مثل الراجل اللي طلع رجع، جلسوا يعني اكفهرت وجوه لما مشى. قالوا كيف تفعل ذلك؟ كيف تفعل ذلك وأنت لأنه كان مذهب أيضا. لكن طبعا أبو حنيفة لا يبارى في الفقه، أما الحديث لا، الثوري لا. فقال لهم يؤدب هؤلاء الصغار الشباب الصغار، قال لو لم أقم لعلمه يبدأ شهادة به
بعلم تعرفون أن يقال عن الإمام مالك كان يذهب يسأل خفية عن مسائل الخلاف عند أبا حنيفة. يسأل يقول ماذا يقول بها أبو حنيفة في الفقه. هو يقال أنه أخذ بيتكلم عنه يقول أبو حنيفة إن كلمك بشيء أقنعك بما عنده. ما عندكش أي سبيل أنك تخرج عنه. فكان يسأل عن المسائل الخلافية فيه. فهو يعني الثوري قال إن لم أقم لعلمه قمت بسني. أي لا تتأدبوا. لك أدب مع الثوري. يبقى الثوري كده إيه؟ مبتدع ضال. ما طالما ما هو ما أنت النبتة السوداء طلعت قالت لك أبو جيفة. أبو جيفة العلماء الأمصار بأسرها يتكلمون بالثناء على أبي حنيفة. والإمام الشافعي يقول الفقهاء فقهاء الدنيا بأسرين عيال على أبي حنيفة. وأنت تقول أبو جيفة يا خبيث يا بئيس يا تعيس يا مغزول خذلك الله إن أنت تفعل ذلك مع أبي حنيفة. يبقى الثوري بدع الثوري أنه مع أن الثوري تكلم فيه في مسألة لكن لما جاءه طبعاً إيش فعل؟ قام له وقال إن لم أقم لعلمي قمت لسنه في هذا الباب. والعلماء ما زال بعضهم يخطئ بعضهم بعضاً ويعذر بعضهم بعضاً. فإذا الإمام مالك كان شديد التوقير للعلماء. قادم المهدي المدينة هو أمير المؤمنين. قادم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه مالك فقال لهارون وموسى اسمع منه. من هارون وموسى؟ ولداه. شوف أولاد الخليفة وجايبه. أنت مثلا لو جابك رئيس الدائرة اللي جنبك بس رئيس الدائرة اللي جنبك وانت ذهبت مش هتذهب غير لما تعلق الانوار وتجيب العيله كلها خلي بالكم احنا بس الدايره تفهمين وتجيب بقى صفين يبوسوا فيك ويقبلوا ان انت رايح الحجاز رايح يعني رئيس دايرتك بس فقط تروح تجلس معاك. ده بقى امير المؤمنين الخليفه العام اتى بمالك ودعا لمالك فذهب مالك فقال لهارون وموسى اسمع منهم فبعث اليه فلم يجبهما فاعلم المهدي. راجل ما اعطانا شيء مالك ما اعطانا فكلمه فقال له مالك وهنا أدب أدب لأن العلم لابد تحفظ علمه. وذلك الرجل الذي يكلمه أي أحد أيا كان إن لم يعرف قدره هو لا يعرف له قدره. العالم الحر الذي يعرف النعمة التي يمتلكها في قلبه إن لم يأخذ قدره ولا يعطي قدر لمن يأخذ. هي كده الذي لا يعرف قدر العالم يرمى في السطح. وهذا أمر ضروري عشان تحفظوا العلم وتعلموا فضله. فقال له يا أمير المؤمنين العلم يؤتى ولا يأتي. فقال صدق مالك. شوف أخضعه الله صدق مالك. وهذا حدث مع البخاري لما ذهب إلى مدينته فبعث عليه فقال إن ولدي يريد أن تعطيها السنة. طيب نكمل بس هذه الجزئية ونقف عند مسألة عقيدة الإمام وبعد ذلك نكمل العقيده ونكمل الكلام على الاصول. لان العقيده عندي مهمه جدا. نقول للمتاخرين المالكيه جهزوا انفسكم جهزوا الحرب الضروس. لما خالفتم امامكم؟ لما خالفتم؟ ونبين مواطن كيف اختلفوا على امامهم. وهذا يؤتي كل ذي فضله. فقال الامام البخاري قال يا امير المؤمنين الامر اليك لك ان توقفني عن الدرس. انا اسمع واطيع انت ولي امري وان اوقفتني سمعت واطاع. لكن العلم يؤتى ولا ياتي. ولذلك اللي بيكلمك على انه متسلط عليك او ان هو عليك يكلمك فيامرك فتستامر انت رجل زهدت في نعمه الله عليك. قل له لا انا حتى لو انت ولي امري انا اسمع لك اعتقادا. ان لم تعرف قدري فلا قدر لكلامك عندي. فاعرف قدري وانت تكلمني وانا اعرف قدرك وانا اكلمك. هكذا. ولما تيجي تتقدم لوحده هي مش عارفه انك طالب علم وبتاع وتقول لك انت بتقرا الحمد لله مثقف ومش عارف ايه وفاهم وتزنك بوزن اخر. هذه امراه لابد ترميها من الشباك. دي افضل شيء ترميها من الشباك وتسيبها بقى للغربان والبوم فاهم. لانها لم تعرف قدر الذي لا يعرف قدر علم هذا غبي بئيس تعيس. امراه لا تعرف قدر. عشان كده قلت المراه التي قدر انها طالب علم وطالب علم مرموق وترفضه هذه امراه مجنونه. ما اقول مغبونه. هذه امرأة مجنونة. وحتى لو له نواقص من الذي اكتمل؟ ما في. فهذا أمر لابد أن يفهم في هذا الباب. الغرض المقصود
أنه لما قال له ذلك قال العلم يؤتى ولا يأتي. قال صدق صدق مالك سير إليه الأولاد. طبعا مجالس مالك تبين لك فضل مالك. كانوا يقولون أن الطلبة كان على رؤوسهم الطير. الثناء على الإمام مالك ونقف عنده إن شاء الله حتى لا يكون ها يبدو جزء من عقيدة. طبعا الرجل هيموت وهذا يقول لك أنا مش هنام. خلينا نقول بس الثناء الحسن على الإمام مالك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقال أيضا إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وأما من أحد أمن علي في دين لا من مالك. شوف الحر يحفظه وده لحظة وتعليمه رحم الله الشافعي. الآن يتنصل التلميذ للشيخ ويطلع يكتب شعر لست بشيخي يا شيخي لست بشيخي وينتقص منه ويظهر عيوبه ويتكلم. هو الذي تعلم منه الحروف ما تعلم كيف يتوضأ إلا منه. ثم بعد ذلك يقول لك يا ابن كذا ها ويبدأ ينتقص من قدر عليه. قال عبد الرحمن المهدي ما وقع على وجه الأرض أحد آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. كلام عظيم جدا. قال احنا سعيد واحنا ابن معين وكل هؤلاء يعني وان كانوا طبقه من طبقات التلاميذ لكن يعني اقرب ما يكونون الى الامام مالك رضي الله عنك يا شيخ رضا. قال احنا سعيد واحنا ابن معين مالك امير المؤمنين في الحديث. قال البخاري سلسله الذهب اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن احمد قلت لابي من اثبت اصحاب الزهري؟ قال مالك اثبت في كل شيء مع انهم غيروا وخالفوا. بعضهم قدم ابن عين بعضهم قدم ابن ابي ذئب يعني وكثير من اصلا اصحاب مالك كما نقلهم وسردهم ابن رجب في مساله شرح العلل للترمذي. قال ابن معين كان مالك من حجج الله على خلقه. قال ابن قصص المدارك قال احمد بن حنبل مالك اتبع من سفيان وسئل عن الثوري ومالك اذا اختلف ايهما افقه قال مالك اكبر في قلب. صحيح مالك كان ينتخب رجال وكان ايضا ادق وافقه. قيل له فمالك والاوزاعي قال مالك احب الي وان كان الاوزاعي من الائمه. قيل فمالك والليث قال مالك. قيل فمالك والحكم محمد قال مالك. قيل فمالك والنخعي قال دعهم أهل زمانه. مالك سيد من سادات أهل العلم هو إمام في الحديث والفقه ومن مثل مالك. رأيت كيف العلماء يعني يثني بعضهم خيرا على بعض. سئل ابن الإمام ابن المبارك هذا الرجل المبارك تعرفون المبارك هذا المجاهد العالم النبيل تعلمون أنه كان يقول والله ما كنت أحب التجارة ولا أتاجر إلا من أجل أربعة. شوف عشان يسد خلك مالك مالك وايش والسفياني مالك وابن عينة والثالث من السماك اعتقد في هذا الباب يقول والله ما تجرت الا اربعه وابن عليا. وطبعا هو قطع العطاء لابن عليا لما ايه لما استلم القضاء وبعث عليه بابيات ناريه بكى فقال للثاني انا بلغت من العمر ارذبك ارجوك لا حمل لي على القضاء وترك القضاء فاعاد الامام المبارك النفق عليه. سؤال ابن مبارك من اعلم مالك او حنيفه؟ قال مالك اعلم من استاذي ابي حنيفه. شوف ابن مبارك يعني يثني على ابي حنيفه يقول استاذي ابن مبارك يبقى مبتدع ابن مبارك انه يثني على ايش؟ هذا كلام اؤنب به الخبيث البئيس التعيس اللي قال ابو جيفه على ابي حنيفه. تمهيد عن ابن مهدي سئل من اعلم مالك او ابو حنيفه؟ قال مالك اعلم من استاذي ابي حنيفه. ابن مهدي يقول بذلك يعني حماد من استاذي ده قال من استاذي هنا استاذي ابي حنيفه يعني حماد بن ابي سليمان. وابن مهدي قال الثوري امام في الحديث وليس امام بالسنه والاوزاعي امام في السنه وليس امام في الحديث. مالك امام فيهما في الحديث وفي السنه تطبيقا وعملا وعلما. يقول ابن الصلاح لما سئل ما معنى إمام في الحديث ليس في السنة أو إمام في السنة؟ قال السنة هنا ضد البدعة فقد يكون الإنسان عالما بالحديث ولا يكون عالما بالسنة. وأيضا عن أحمد قال قريب من ذلك. عن المسنة بن سعيد قال سمعته يقول ما بت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبو نعيم في الحلية. وقال في مختصر المدارك قال الشافعي قالت لي عمتي ونحن بمكة رأيت في هذه الليلة عجبا قلت وما هو؟ قالت كأن قائلا يقول مات الليلة أعلم أهل الأرض فحسبنا تلك الليلة فإذا هي ليلة مات الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك كان إماما عالما فحلا له الثناء أثنى العلماء كثيرا عليه وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه
في الأسبوع القادم، والكلام على عقيدة الإمام مالك وخطأ وفحش خطأ المتأخرين على علم مالك وعلى إمام مالك حتى أصلا في الفقه. الإمام الشاطبي سنفسر ذلك، قال خرب المتأخرون الفقه، أفسد المتأخرون الفقه، ولذلك الحرب دروس على الإمام الشاطبي، أفسد المتأخرون الفقه. سنبين الفرق بين المتقدمين الذين صحابوا مالك والفرق بين المتأخرين عن مالك بعد الكلام عن عقيدة الإمام مالك. نقف عند هذا فلا نطيل على الإخوة، وسنأتي قبل الكلام على عقيدة مالك درر كلام مالك لنستوحي منه أو ننظر كيف الرجل جعله الله جل وعلا إماما للمتقين ونبراسا للأئمة والأعلى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. لو في أسئلة تفضلوا. قبلها أقول يعني طبعا أنا أتشرف بذلك. أو خلاص رجع تمام أو يكون اتصال. الله يرفع عنها البلاء يا رب ويحفظها ويسر لها أمرها. أستاذ أحمد كلاب وقف لله يعني إيه؟ وقف لله الله يجعله من أحسنات لا أحسن إلينا إحسانا. أنا بدي درس فوق وهو واقف تحت وسوء أدب مني والله وتأخرت عليه بعدها. أشكر فضلك يا حبيبي. الشيخ أحمد شحاتة ده سيدنا دلوقتي عامل إيه؟ صحته عامل إيه؟ الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله. طب أنا الأسئلة حاجة منهم أنتوا رايحين عاملين زي الصاروخ في الأسئلة. اصبروا سيبزونا على التعليقات. الدكتور محمد نريد بعض الآيات. تفضل دكتور. تعال دكتور. تعال تفضل. اسمعنا واسمع طرف جاي من الآيات الطيبة. تعال تفضل. كنا كرسي بجانب الشيخ. خليه يتحف يشنف آذاننا بهذه الأبيات. تعال لا 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 تعال ليسمع الجميع. هذا فضل. تفضل أستاذ. تفضل دكتور. لا تفضل دكتور. خلاص أو طب أو كرسي أو. تعال تفضل يا شيخ. تعال تفضل دكتور. اسمعوا هذه الأبيات وتعلموا الخير من إخواننا الأفاضل حب العلم ورقة المشاعر، أعشاق رقة المشاعر. أنا قلت لن يصل للفقه إلا رقيق المشاعر، لا يصل لعمقه إلا رقيق. ويقول لك لا ده علم بحت ده هيسود قلبك. والله أبواب القصاص رقة قلب لمن يعلم شرع الله جل وعلا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.